السلام عليكم طلاب. بالنسبة لموضوع الهومورك والإشكال اللي صار عند أغلبكم في حساب البارامترز بالنسبة للبارالل براكتيكال سيركت للبارالل ريزونانس، ولاحظت أنه عندكم إشكال في أي المعادلات أستخدمها وفي أي وقت راح أستخدم هذه المعادلات. بهذا المقطع مع الفيديو راح أوضح لكم بشكل مختصر وبسيط عملية اختيار المعادلات كيف تتم وأي اتجاه اتجه بالحل، حتى ما يصير عندكم بعد التباس بها وإشكال بالحل المسائل القادمة إن شاء الله. تعرفون أنه دائرة البارالل سيركت، البراكتيكال بارالل سيركت، هي عندي بها تكون مقاومة مع المحاثة، وهذه هي الدائرة. وممكن أيضا عندي بالنسبة إلى السورس اللي مرتبط بهذه الدائرة قد تكون عندي ممانعة المقاومة الRS التوازي مع المصدر أو ومع الدائرة أو ما موجودة. فحتى نخلي طريقة واضحة للحل راح نبدي بتحويل إلى مقاطع الحل، خطوات. خلينا نقول الخطوة الأولى الأي هي أنه أقوم بحساب عملية الترددات والكواليتي فاكتور للدائرة. هذه أول خطوة بدون وجود المصدر وبدون وجود الRS. خلينا نأخذ هسه فقط هذه الدائرة وأشوف كيف أجري لها عمليات حساب التردد والكواليتي فاكتور. دائماً أبدي بهذه المعادلات، الخطوة الأولى، سواء هسه الكواليتي فاكتور أعلى أو أقل من 10، هذا هسه ما راح يفرق لي هنا. إذن الخطوة الأولى راح أحسب باعتبار الدائرة الأيديال التردد، أحسب ممانعة المحاثة بهذا التردد اللي هو WR، وأحسب الكواليتي فاكتور للأل اللي هي الXL على الRL. الآن ورا ما أوجدت الXL والكواليتي فاكتور QL راح يصير عندي احتمالين للحل، يا أما تكون عندي الكواليتي فاكتور اللي QL هي أكبر من 10، وبهالحالة ما راح يصير عندي أي تغير بالFM والFR. الFR هي نفسها الFM وهي نفسها اللي حسبتها من هذه المعادلة، ما راح يصير عندي أي تغير بيهم. بعد الكواليتي فاكتور الكلي للدائرة هو نفسه لكيو ال اللي حسبته بالخطوة السابقة، لكن الزد بي اللي هي هذه الزد بارالل لهذه الدائرة راح تكون عندي عبارة عن مقاومة بيور، وقيمة هذه المقاومة هي كيو ال سكوير في ار ال. أوكي، إذن لما يكون عندي أول شيء راح أجي أحسب هذه القيم، بعدها على بالاعتماد على قيمة QL راح إذا أقرر هل هي أكبر من 10 أمشي بهالاتجاه، أو أقل من 10 عندي طريقة ثانية للحل. إذا أكبر من 10 ما راح يصير عندي تغير، الFM يطابق الFR وهو نفسه اللي حسبته هنا، ما راح أجري أي حساب جديد. الQL هي مساوية للكيو الكلي للدائرة، وأيضا ما راح أقوم بأي حساب، فقط اللي أحتاجه بهالحالة الزد بارالل اللي أشوفها من هذه الدائرة بهالاتجاه راح تكون عندي pure resistance وقيمتها QL square في RL. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عندي إذا كانت الQL هي أصغر من 10، بهالحالة راح تتغير الترددات، راح أرجع أعيد حساب الFR وعندي يظهر ايضا الاف ام، وذكرنا انه الاف ار هنا هو تردد الرنين، الاف ام هو التردد اللي تظهر به الماكسيمم امبيدنس للدائره، اعلى ممانعه للدائره، ويكون مختلف عن الاف ار في هذه الحاله. اوكي، راح اجي احسب الاف ار، اعيد حسابه من هذه المعادله، احسب الاف ام من هذه المعادله، وبهالحاله الكيو ال QR راح تساوي لي QL الجديدة اللي هي XL بالتردد الFR الجديد. لاحظ اختلف لأنه التردد عندي هنا، إذا الQ أقل من 10 راح أرجع أعيد حساب الFR، والQ من أريد أحسبها أطلع XL الجديدة من هذه الFR على الRL. لاحظ أنا بس هنا خليت لكم رمز R ورمز M حتى أميز هذه القيمة هي في حال تردد الترين الرنين أم تردد الاف ام اللي هو الماكسيموم امبيدنس. لما نتكلم عن الكواليتي فاكتور اللي يهمني فقط هو الاف ار، ما تهمني الاف ام، لكن لما احسب الامبيدنس لا،
الاثنين يهموني، ممكن الاف ام وممكن الاف ار، لانه الممانعه في هالحاله راح تكون لها قيمتين مختلفه بالترددين، ترددين مختلفات راح يصير عندي، قد يكون الفرق قليل بيناتهم وقد يكون الفرق كبير بيناتهم حسب الفرق بالتردد وحسب قيم الممانعات بالدائره. فهذه الزد بي اللي انا بشوف، لاحظ لما الكيو ار كان الكيو اكبر من 10 حسبتها فقط من هذه المعادله، الان لا، ممكن تكون عندي قيمتين لها في تردد الام او في تردد الار حسب ما مطلوب منك بالسؤال. يعني هسه احنا المثال اللي اخذناه وايضا اللي الهوم ورك اللي اخذناه كانت المطلوبه عندي الزد ام اللي هي بالماكسيمم امبيدنس، ايش قد قيمتها وعلى اساسها احسب فولتيه الدائره، لكن قد يكون المطلب هو احسب لي الزد في الار ممكن واحسب لي الفولتيه في الار. اذا بعد ان اوجدنا من هذه المعادلات الكيو ال راح اقرر على قيمة الكيو ال، هل هي اكبر من 10 اسير بهالاتجاه هذه المعادلات، اقل من 10 راح ابدي احسب القيم من هذه المعادلات، ارجع اعيد الاف ار، احسب الاف ام، احسب الكيو لما عندي الاكس ال في تردد الرنين والار ال واوجد قيمة الكيو الجديدة عندي. الزد بي اللي هي ممكن اللي تكون عندي في تردد الام او في تردد الار معروفة، مجرد الاكس ال والاكس سي راح تختلف قيمتهم، واجري عملية الحساب لممانعات توازي مثل ما ظاهرة عندي. زين، لحد الان انا هسه حسبت ووجدت قيم الاف ار والكيو والاف والزد بي، اكو احتمال عندي هذه المقاومة او المصدر مع مقاومة توازي او موية، هذه اذا ربط هذا المصدر الى هذه الدائرة هذه المقاومة راح تأثر على عمل الدائرة وتغير بعض مواصفاتها اللي تغير عندي الكيو أو الكيو أكثر شيء. زين، خلينا نجي نشوف. إذا هسه الخطوة الأولى اللي هي الأي حساب الأف آر الزد بي والكيو، وهذه أيضا بها اتجاهين، يا أما كيو أل يا أكبر من 10 يا أما أقل من 10. بعدها هل الآر أس موجودة بالدائرة أو ما موجودة؟ إذا ما موجودة يعني RS Infinity يعني ما موجودة بالدائرة، القيم ما راح تتغير، Z Total راح تبقى هي نفسها Z في اللي حسبتها منه، أوكي؟ لأن ما عندي مقاومة أو فتشي مربوط هنا، هذه مجرد المصدر راح يربط إلى الدائرة اللي بعده، فما راح يصير عندي تغيير. والQP البارارول هو راح يبقى نفس الQL. زين، هذه في حالة ما موجودة المقاومة. إذا موجودة المقاومة راح يصير عندي حساب آخر، الزد توتال هي الار اس هنا. زين، هذه الار اس توازي مع ال غيرها الى ار اس، الار اس توازي مع الزد بي اللي حسبتها منا، وتبقى ايضا هل مطلوب من عندك الزد توتال بالاف ام لو بالاف ار تحتاجها تعتمد على السؤال. لكن الزد توتال بهالحالة ايش راح تصير عندي؟ هي الزد بي اللي حسبتها من الخطوة اللي قبلها توازي مع الار اس. هذه اول خطوة. الشيء الثاني اللي راح يتغير عندي الكواليتي فاكتور. بهالحالة المقاومة راح تأثر عندي على الكواليتي فاكتور. تأثيرها كيف احسبه؟ اوجد الزد توتال لكن لاحظ وين؟ بالار. من اتكلم عن الكواليتي فاكتور اتكلم فقط عن تردد الرنين وليس الاف ام، اوكي؟ فحتى احسب الكواليتي فاكتور الجديد بعد دخول المقاومه، انا يعني عندي حسبته بدون المقاومه، مو حتى احسب تاثير المقاومه على الكواليتي فاكتور اعيد حساب الزد توتال ات فريكوانسي ايكوال تو اف ار لما التردد يكون عندي بمقدار تردد الرنين على ممانعه المحاثه في تردد الرنين، هذا راح يعطيني كواليتي فاكتور جديد. هذا هو الكواليتي فاكتور الكلي للدائرة بعد أن انربطت معها الـ RS توازي. من هذا بعد أن وجدت الـ Quality Factor سواء هسه بوجود مقاومة بعدم وجود مقاومة وبقى نفسه من الحسابات السابقة راح أجي أحسب منه الـ Bandwidth. الـ Bandwidth راح يكون عندي هو تردد الرنين على قيمة الـ Quality Factor، ومن عندها أقدر أحسب الـ F1 والـ F2. حتى يكون بعد عندكم أوضح هذا الشرح وحتى يكون مختصر شوية
أسهل لكم لي حتى تعرف شلون جاي أمشي بالحل بيا اتجاه اتجاه ويا معادلات أستخدمها. سويت لكم إياه على شكل فلو شارت مبسط حتى تقدر تفهمه بشكل أكثر وما يصير عندك إشكال باستخدام المعادلات. الخطوة الأولى أقوم بحساب هذه المعادلات، بعدها بالاعتماد على QL هل هو أكبر من 10 أقرر إذا يس أكثر من 10 أستخدم هذه المعادلات اللي مبسطة وما راح يتغير عندي شيء بالحسابات، إذا لا الكواليتي فاكتور أقل من 10 راح أتجه بهالاتجاه أقوم بحساب الFR الFM الQL والZP حسب ما مطلوب بالFM أو بالFR عندي. من هذه الطريقين سواء أنا رحت بهالاتجاه أو بهالاتجاه راح تجين عندي القيم اللي راح أوجدها شنو الFR، لأنه ممكن أن يتغير في هالحالة بس هنا ما راح يتغير، الZP الQ والXL لأن أحتاجهم في حسابات اللي بعدها. الآن راح أجي بعد هذه القيم بعد أن حصلتها من هالطريقين أجي أشوف عندي RS لو ما عندي. إذا RS Infinity يعني ما عندي RS ما مربوطة، معناها راح أستخدم Z Total يساوي للZ في والQP يساوي للQL ما راح يتغير عندي شيء. إذا لا موجودة مربوطة عندي RS راح أتجه بهالاتجاه وأستخدم Z Total هي R توازي مع ZP والQP راح أحسب Z Total والXL at FR في تردد الرنين، وبعدها أقوم بحساب الباندويت وF1 وF2. إن شاء الله يكون عندكم بعد هذا الشرح وهذا المخطط واضح بيا اتجاه أسلك شنو المعادلات اللي أستخدمها وبالاعتماد على QL قيمتها وأيضا على وجود الRS وعدم وجودها بالدائرة، وإن شاء الله ما يكون عندكم بها إشكال وتكون عندكم واضحة.